قال تعالى فصل لربك وانحر. الفاء هنا فاء متعلقة بما قبلها والذي قبلها إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ما بعدها إن شانئك هو الأبتر. فقوله إنا أعطيناك، إن صيغة جمع، وصيغة الجمع يراد منها التعظيم. ولذا عند الترمذي لما جاء المشركون وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتأتي ضمائر الجمع ويراد منها التعظيم، وهذا مشاهد في واقع الملوك، ولله المثل الأعلى، كأن يصدر بيان فيقال نحن، ويذكر الملك أو الأمير أو الرئيس نفسه مع أنه فرد واحد، وهذا يراد منه التعظيم. وقوله أعطيناك بمعنى آتيناك، هناك فرق بين أتى وآتى، أتى يعني أقبل، آتى يعني أعطى، وهذا يتنبه إليها في ثنايا قراءة كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر أعطاه الله عز وجل إياه، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. وهذا الكوثر له ميزابان، هذان الميزابان يمدان الحوض الذي يكون في عرصات القيامة. فيكون الكوثر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو النهر الذي يعطاه عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن جاء عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكوثر هو الخير الكثير. فقيل لسعيد بن جبير كيف يكون هذا التفسير من ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو نهر؟ فقال رحمه الله إن النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بين القولين. فإعطاؤه عليه الصلاة والسلام الكوثر الذي هو نهر أو هو الخير الكثير منحة ونعمة، ومن ثم يستفاد من فاء السببية فصلي، يستفاد منها وجوب الشكر لله عز وجل على ما أنعم به عليك. والصلاة هنا هي الصلاة بجميع أنواعها، وقوله لربك يقتضي كما سلف الإخلاص لله عز وجل، بمعنى لا تصلي لغيره. وذكر الرب بعد العبادة يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الرب هو الذي يستحق العبادة. ومن ثم نذكر ما يذكره العلماء من أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. وقوله وانحر، النحر يختلف عن الذبح، فالذبح يكون في الحلق، وأما النحر فيكون في الإبل، وذلك أن تطعن في الوهدة، والوهدة والمكان الذي بين أصل الصدر والعنق. وهنا لفتة بلاغية، وهي ما تسمى بالإيجاز الذي يقابله الإطناب، يقابله الإيجاز الذي هو الاختصار، لكن الاختصار الذي لا يؤدي الغرض لا يعد اختصارا وإيجازا في عرف البلاغيين، وإنما يعد قصورا، وحاشا كلام الله عز وجل أن يكون فيه قصور. فهنا إيجاز، فالأصل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لربك، فحذفت لدلالة ما قبلها عليها. يستفاد من هذا أيضا وجوب النحر لله عز وجل، فيكون النحر لله عز وجل، فإذا نحر لغير الله فهو الشرك بعينه. ولو تأملت معي لوجدت أن هذه الآية ذكرت عبادتين هما نفس العبادتين المذكورتين في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي. فالصلاة والذبح الذي هو النسك مذكوران في هذه السورة، الصلاة فصلي وانحر. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك الشان هو المبغض، ومن يبغضه عليه الصلاة والسلام في عصره كثر، حتى بعد عصره ممن أضل الله عز وجل قلبه وأزاغه
وإما يدل على أن الشنآن هو البغض، قوله تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، يعني هو الأخطأ. ولا شك أن من أبغضه عليه الصلاة والسلام فقد قطع الله دابره، وقطع الدابر والبتر له يندرج تحته أنواع كثيرة من البتر والانقطاع، فبعضهم أهلكه الله عز وجل من صناديد قريش، وبعضهم أسلم أبناؤه فأصبحوا عونا للنبي صلى الله عليه وسلم على آبائهم وأجدادهم. فموضع الشاهد من هذه الآية والنحر، دل على أن النحر يجب أن يخلص فيه لله عز وجل، وأن من أشرك معه غيره في هذه العبادة فهو مشرك بالله شركا أكبر.